خلينا نشوف طبعا ترحيب جمهور النادي الاهلي بكابتن وائل جمعه. حسني حبيب نورت وشرفت يا غالي. اللي بعده صلاح النني بيقول جيل الذهب جيل العظماء، جيل لما بنشوفه بنقف اعتزازا وتجليلا، شكرا لدفاعك عن الكيان وهذا ما عهدناه بك، درع وسيف وانت لاعب وكمان محلل، وائل جمعه ساكن قلوبنا. تقول لي ماتش الدنمارك والمانيا وانجلترا، نورت بيتك دايما يا صخره في الدفاع عن الاهلي في الملعب وبره الملعب، ربنا يحفظك. وحشتنا يا صخره. ده عبير ياسر الحمادي، نورت بيتك وقناتك يا صخره. كابتن وائل جمعه واحد من افضل المدافعين في تاريخ مصر، واحنا كجمهور للاهلي كنا سعداء وفخورين. والكابتن بيدافع عن النادي الاهلي ووجهه نظره في الاستوديو التحليلي لمباراه الاهلي والترجي الاخيره في القاهره. تحياتي للمبدع والانيق، اشكرك جدا. اللي بعد كده ابو محمد اتنين بيقول طول عمرك صخره في الدفاع عن الاهلي داخل الملعب وبره الملعب. وليد نورت بيتك يا كابتن مصر. حوده عزوز الاهلاوي نورت بيتك يا صخره. عندنا كلام كتير جدا، انا لو فتحت الموضوع مش اشكرهم طبعا يا اسلام، هنقرا شويه وهنتكلم. اشكرهم شوية. ويعني دي عادتهم دايما في ظهرنا ودايما بيسندونا ودايما يعني بيحبوا كل من ارتدى الفانيله النادي الاهلي ودافع عن كيان النادي الاهلي، وده شرف كبير لينا كلنا يعني.